يا صباح الخير والعافية على كل من يشاهد ويتابع قناة زاغرس الفضائية وبرنامجنا الصباحي نسمات زاغرس، وصباح الخير على زملائي وزميلاتي من داخل الاستوديو. أعزائي المشاهدين، فقرة صباحية جديدة، ومثل ما عودناكم بفقراتنا نقدم لكم بها كل الأشياء الحلوة والمهمة. بفقرتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن البرامج الساخرة التي تتخذ من النقد الهادف والغير هادف مادة أساسية لها، فخل نسمع آراء أهلنا وناسنا بخصوص موضوع فقرتنا لهذا اليوم. خليكم ويانا. رأيك بالبرامج الساخرة اللي تتخذ من النقد الهادف أو الغير هادف مادة أساسية لها؟ والله ما لها أي أساس، كلش ساخرة وما لها أي داعي. يعني بدال إحنا ما دولة جاي نتطور ونتقدم، إحنا جاي نزلونا للأسوأ بهاي الأمور اللي جاي تأخذونها. إحنا بالعكس، إحنا دولة راقية، عراق عظيم، بس بهاي الأمور اللي جاي تأخذونها جاي نزلونا للأسوأ. والله يعني المواقع التواصل يعني بين الناجحة وبين المناجحة. من ناحية الناجحة أكو ناس مثقفين وفاهمين الحياة صح، هاي يعتبر ناجحة. فأكو ناس يعني تخرب السيء لهذا الشيء، فيعني مو كلش ناجحة ولا كلش، ما نقدر نحكم إحنا في اليوم هذا اليوم ما نقدر نحكم. يعني أكيد ما نحب يعني نشاهده بالتلفزيون، وعلى طول أنت من تدير قناة تشوف برنامج إنه هو ما يعجبك وبي سخرية يعني ألفاظ محلوة، أكيد ما راح تتفرجه، أكيد راح تدير القناة لأنه ما راح يعجبك ولا راح يعجب العائلة اللي وياك ولا الأطفال اللي شاهد وياك هيك شيء. رأيك بالبرامج الساخرة اللي تتخذ من النقد الهادف والغير هادف مادة أساسية؟ والله المفروض يكون البرامج تحاكي الصغير والكبير، وما تستخدم مفردات ما لايقة بالمجتمع، لأن أي شيء أي فقر يعني أي فئة عمرية تتأثر بهاي المفردات وراح تكون ترند لهم، فالمفروض يراعون هذا الشيء. البرنامج اللي تكون هيك مفردات أكيد ما تحب العائلة التابعة سواء كبار أو صغار، أكيد لا. ما، لأن إحنا مجتمعنا جاي يروح للأسوأ من حيث منشورات، من حيث محتوى، من حيث وضعية هي وضعيتنا، فأنا معه. أنت شوف اليوم السخرية تعتبر يعني أداة فعالة لأنه تحقيق أهداف معينة، جزء أنا وياك أنت ما نعرفهن. إيه موجودة، ثلاثة أرباع المشاهير سخرية، واحد يشاقوي الثاني، واحد يسوي مقلب الثاني، وإصاباتهم علقت براس من براسي. هاي الأدوات اللي جاي يستعملوها، قلت لك 5% أو 10% بالهواي جاي يقدمون محتوى هادف ومحتوى يفيد المجتمع ويوعي الأطفال ويوعي الشباب على الشغلات اللي جاي يصير بالمجتمع.